السلام عليكم ورحمة الله. مكملين يا شباب مع السيتوسكيلتون، وده الفيديو الثاني إن شاء الله اللي هنتكلم فيه عن المايكرو توبيولز. طبعا المايكرو توبيولز هيبقى قصتها طويلة شوية، ممكن نقسمها إن شاء الله على فيديوهين. هيبقى الفيديو ده هنتكلم عن حاجات في المايكرو توبيول، المايكرو توبيول نفسها يعني إيه وشوية حاجات كده، وبعدين هنقسم الفيديو الثاني هنعرف دلوقتي التقسيمة. يبقى مبدئيا كده المايكرو توبيولز هي نفهمها على السريع، يلا التوبيول، توبيول تصغير تيوب، أنبوبة أنبوبة، تمام. مايكرو صغيرة، فتخيل بقى أنت بتتكلم في حاجات صغيرة جدا جدا، فأنت بتقعد تصغر كل حاجة بقى، يبقى التيوب صغرتها وكمان حطيت كلمة مايكرو، فيعني إحنا بنتكلم في حاجات صغيرة جدا أو تيوب صغيرة جدا. طيب خلونا ندخل في الموضوع على طول ونفهم إيه هو المايكرو تيوبولز. يعني المايكرو تيوبولز مهمة ليه؟ المايكرو تيوبولز عشان بتخش في تركيب الحاجات الآتية، بتخش في تركيب سنتريول، تركيب المايكروفيلاي، سيليا، ستيريوفيلاي أو ستيريوكوسيليا، الاثنين واحد، وفلاجيلا، والاثنين واسف كل الحاجات ديت، كل الحاجات ديت هناخدهم ان شاء الله بالتفصيل. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الميكروتوبيول نفسها وعن السنتريول وعن الميكروفيلاي. الفيديو الجاي باذن الله هيكون عن بقيه الحاجات دي اللي هي السيليا والستيريوكوسيليا او ستيريوفيلاي والفلاجيلا. طيب خلينا نبدا على بركه الله مع الميكروتوبيول. المايكروتوبيول عشان ما نتكلمش كتير يعني بكل بساطه هي سيلندريكال ستراكشر. سيلندر يعني اسطوانه، او سيلندر يعني اسطوانه، تمام. فبكل بساطه هي اسطوانه. اللي يهمني ايه بقى الاسطوانه دي بتتكون من ايه؟ فيقول لك هي بتتكون من نوع من البروتين اسمه تيوبيولين. خد بالك احنا كل حاجه فيها تيوب، يبقى تيوبيول، البروتين اسمه تيوبيولين، ولكن هو شكلين او نوعين، فبنقول الفا تيوبيولين وبيتا تيوبيولين. لكن في الاخر، في الاخر اللي يهمني المايكروتوبيولز بتتكون من ايه؟ هتتكون في الاساس من تيوب، من بروتين اسمه الفا توبيولين، بروتين اسمه بيتا توبيولين. طيب بيترتبوا ازاي او شكلهم عامل ازاي؟ هو الشكل اللي حضرتك شايفه ده، سلندريكال كده، اسطوانه، الفا وبيتا اتنين مع بعض، واحد الفا جنب واحد بيتا جنب واحد الفا جنب واحد بيتا، ويقعد بقى يلف كده على بعض حلزون كده لحد ما يكون لك الشكل اللي حضرتك شايفه ده، اللي هو ايه؟ اسطوانه، او الشكل الاسطواني ده، سلندر، السلندر دي، تمام. طيب تخيل حضرتك مسكت الاسطوانه ديت وقطعتها كده كات سيكشن بالشكل ده، تمام، كات سيكشن، قمت رايح باص فيها من قدام، من هنا باص لها من هنا كده، هتشوف المنظر ده، هتشوف هولو ستراكشر، هولو يعني شيء مجوف، تجويف، تمام. فهي بكل بساطه الميكروتوبيول كلمتين، ده تركيب الميكروتوبيول، هنعرف دلوقتي وظيفتها. يبقى الميكروتوبيول تركيبها الفا تيوبولين بالتبادل مع او مع بيتا تيوبولين، دايمرز كده الاثنين مع بعض دول بالترتيب بقى كده، يقعد دايمر جنب دايمر، اثنين جنب اثنين جنب اثنين، يكونوا الشكل اللي هو الاسطوانه ديت اللي اسمه مايكروتوبيول. طيب قبل ما ابدا اتكلم في الفانكشن عايز اقول لكم على حاجه. المايكروتوبيول من الحاجات اللي بتتكون يعني بتتفكك وبتتكون بسرعه جدا في الخليه. يعني ايه؟ يعني سهل جدا دول بسرعه 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 يتفككوا ويخرجوا، فيبقى المايكروتوبيول ايه؟ صغرت. او سهل جدا جدا نجيب كمان عليهم اثنين 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 فتكبر بسرعه. فهي دايما دايما زي عامله شبه الخيط كده، تزيد وبتقل، تزيد وبتقل، وهنشوف توصيف جميل جدا لهم دلوقتي. طيب ايه بقى وظائف المايكروتوبيول؟ وظيفه المايكروتوبيول، اول حاجه المايكروتوبيول بتخش في تكوين المايتوتيك سبندل، اللي هو خيوط المغزل، اللي خدناها قبل كده في الثانوي وهنقولها تاني دلوقتي، ولكن مع السنتريول اللي هو بعد ده ان شاء الله. يبقى مايتوتيك سبندل بس نعرف اسمه دلوقتي. بتخش في تكوين الفلاجيلا والسيليا والمايكروفيلاي، شكرا، كده كده هنتكلم عنهم بالتفصيل اصلا. طيب اللي تهمنا هنا ان هي مينتين شيب اوف سيل، شكرا جدا، لان احنا بنتكلم في عنوان اسمه سيتوسكيليتون من الاساس اصلا، من الاول خالص احنا في عنوان كبير اسمه سيتوسكيليتون، دخلنا في عنوان تحته اسمه مايكروتوبيول، فمن وظيفتهم التحافظ على شكل الخليه، ما احنا عارفين لان ده اصلا وظيفه اللي بنتكلم عنه من الاساس. المثال زي مين؟ زي خلايا البليتلت، والخلايا عموما، البليتلت اللي هي الصفائح الدمويه. الخلايا عموما من اللي بيحافظ على شكل الخليه يخليها كده، ان المايكروتوبيول دي بتبقى عامله شبكه، على فكره شبكه ضخمه جدا 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 جدا، مالي الخليه كلها تقريبا، اركان الخليه كلها، تمام. طيب ده المايكروتوبيول، فبتحافظ على شكل الايه؟ الخليه. تقدر تشبهها كده بايه؟ لو انت عندك بيت مثلا بالعواميد او العمدان، ايا كان العمدان اللي شال، اللي شايله الايه؟ البيت، بالحديد اللي جوه العمود بقى، الحديد اللي جوه العمود ده هو السيتوسكيلتون، تمام. طيب تاني، رابع وظيفه الترانسبورت. يبقى احنا كده قلنا وظيفه، اول وظيفتين دول خلاص في الفاضي، دول عرفتهم سهله ديت. الترانسبورت ليه ترانسبورت؟ بص يا سيدي الفاضل، بكل بساطه دي خليه، اتفقنا الميكروتوبيول ايه؟ كتير جدا جواها، كتير كتير كتير، ملياهم كلهم، كل دي. فلو في حاجه هنا في الخليه مثلا، خلينا نغير اللون، حاجه متصنعه مثلا في الخليه
هنا كده عايزه يتنقل ونوديها للنقطه دي. تتنقل ازاي؟ تمشي على المايكروتوبول دي، تستخدم المايكروتوبول دي كطريق لحد ما توصل للمكان ده. في بروتينات بتشيلها تحركها على المايكروتوبول. طيب يبقى الوقت المايكروتوبول المعلومه بتقول ايه؟ ان المايكروتوبول لهم دور في الترانسبورت. زي مين مثلا؟ مين؟ النيرف سيل. اقول لحضرتك على حاجه، تعرف ان الخلايا العصبيه بتصنع البروتينات او النيورو ترانسميتر بتصنعها هنا حوالين النيوكلس في السيل بادي. تعرف بقى بتفرزها منين؟ تفرزها من هنا من التيرمينال من الاخر. طب المسافه دي كلها كده، كل دي هتحركها ازاي؟ بكل بساطه، عشان في هنا مايكرو تيوبيول صغيره جدا ماليه المنطقه ديت، بتمشي عليها البروتينات اللي اتصنعت لحد ما تفرز من الايه؟ اللي هي النيورو ترانسميتر بقى، ستايل كولين او الكلام ده كله من اخر الخليه. يبقى احنا صنعناها في السيل بادي وتمشينا بيها لحد الاخر في الاكسون بقى لحد ما وصلنا في الاخر في مثلنا النيرف سيل. طيب يبقى ده وظائف الايه؟ المايكرو تيوبيول. كده خلصنا كلامنا عن المايكرو تيوبيول. اللي جاي ايه؟ يبقى تاني ارجع تاني للرسمه ديت. يبقى المايكرو تيوبيول ديت هي اللي هستخدمها في تكوين الحاجات اللي جايه دي. ارجع تاني للصوره اللي في الاول خالص، تجمع لي في الاول مايكرو تيوبيول. انا خلصت كلام عن المايكرو تيوبيول، عرفت ايه هي المايكرو تيوبيول. تعال بقى نستخدم المايكرو تيوبيول كحجر اساس في بناء الحاجات دي، سنتريول ومايكرو فلاي بتوع النهارده والحاجات بتاعت المره اللي فاتت، المره الجايه ان شاء الله. طيب تعال نبدا مع السنتريول. على السنتريول، سنتريول بكل بساطه هو مركب. اولا هو سيلف ريبليكيتنج. سيلف ريبليكيتنج قلناها الان ثلاث مرات، دي ثالث مره اتقال سيلف ريبليكيتنج. كلمه سيلف ريبليكيتنج اتقالت مع ايه؟ اتقالت مع البيروكسيزوم، اتقالت مع الميتوكوندريا، ولو ما اتقالتش زودها. انا فعلا فاتتني، ماشي، يبقى هي ميتوكوندريا، واتقالت مع دلوقتي ايه؟ السنتريول. يبقى دي الحاجات اللي ممكن تنقسم بغض النظر الخليه انقسمت ولا لا، الحاجات دي ممكن تنقسم مع نفسها لوحدها، تمام؟ بغض النظر الخليه انقسمت ولا لا، عندها القدره على السيلف ريبليكيشن. طيب باللايت مايكروسكوب السنتريول يبان ازاي؟ يبقى في التعريف، بالنسبه للتعريف السنتريول ما فيهوش حاجه، يعني هو واحد من نون بيرنس اورجانيل بيحصل له سيلف ريبليكيشن، فالتعريف بسيط خالص. اللايت مايكروسكوب اول حاجه يقول لك يا ماينيوترولز، خيوط ضعيفه وصغيره جدا، هي دي. يميزها بقى حاجتين، مكانها اول حاجه، تميز اللايت في اللايت مايكروسكوب تميز السنتريول انها حاجات صغيره جدا، رولز خيوط حاجه كده، فاهم؟ خيوط صغيره خالص بتبقى موجوده فين بقى؟ دي مهمه، بتبقى موجوده جنب النيوكليوس في منطقه بنطلق عليها سنتروزوم. سنتروزوم او سنتروميه، يبقى سنتروزوم يبقى منطقه جانب النيوكليوس اللي موجود فيها سنتريول، بنقول عليهم او بنقول عليها الايه؟ السنتروزوم. ادي اللايت مايكروسكوب، اللايت مايكروسكوب مش اكتر من كده، ادي الخليه، انت حضرتك شايف الايه؟ السنتريول جنب النيوكليوس، فبنقول عليه في المنطقه اللي اسمها سنتروزوم، بس كده. ده السنتريول. طيب تركيب السنتريول بالالكترون مايكروسكوب ام سي كيو حتى مطلع الفجر. الالكترون مايكروسكوب بكل بساطه يقول لك تركيبه 9 في 3 زائد 0 او 9 في 3 زائد او 0. يعني ايه بقى؟ ايه الكلام ده يعني؟ بص يا سيدي الفاضل، احنا اتفقنا ان كل الحاجات اللي بتكلم فيها بما فيهم السنتريول اللي انا فيه دلوقتي بيتكونوا في الاساس من مايكرو تيوبيول. التيوب اللي كانت قلت لك سلندر ولو بصيت فيها بتشوف حاجه هولو، انا كنت رسمها من شويه. طيب انا بقى هاخد 9 تريبلز، يعني 9 تريبلز ادي 3 جنب بعض، 3 تيوب، ادي تيوب ولا تيوب ولا الثاني، يبقى انا معايا 3. 9 في 3 9 تلاتات، ده كمان 3 3 ها 3 3 3 3 وهكذا. دول كده كام؟ 3 9 في 3 9 تلاتات، تمام؟ طيب زائد او، يبقى كده فهمت 9 في 3 دول ايه؟ يعني اقصد بيها 9 تريبلز، 9 تريبلز اوف مايكرو تيوبيول، 9 تلاتات من مايكرو تيوبيول مترتبين بالشكل ده، تمام؟ طيب زائد او، او ديت دايما هنبص هنا بعد ما نبص على الاطراف ونشوف في كام تيوبيول في الاطراف، هنبص في النص، هل في تيوب كمان في النص؟ لا مفيش حاجه في النص، فعشان كده نقول زائد او، مفيش حاجه في النص هنا، تمام كده؟ طبعا الشكل ده حضرتك لازم تكون متخيل ان احنا ان السنتريول عامل كده، السنتريول عباره عن، اسف خلينا نرسمه كده،
شكل كده تيوب عامله كده، انا قمت عامل كات سيكشن، قطعت التيوبيو السنترول وابص من هنا، ببص من فوق هيظهر لي الشكل ده، تمام كده. طيب يبقى ده الالكترومايكروسكوب بتاع الايه السنتريول. طيب ايه وظيفه السنتريول بقى؟ تعالى نفهم الكلام ده كويس قوي. وظيفه السنتريول اول حاجه بيقول لك هو بيخش في، او هو مسؤول عن حاجه اسمها انه يكون بيكون حاجه اسمها مايكرو تيوبيول اورجانيزنج سنتر، ام تي او سي. هرجع لها الحاجه اللي احنا عارفينها، سيبك من دي هرجع لها. الحاجه اللي احنا عارفينها سيل ديفيجن، سيل ديفيجن انقسام الخليه. بكل بساطه ده كلام مش جديد ولا حاجه، انت حضرتك عارف ان الخليه بتيجي تنقسم اهي، دي خليه بتنقسم. السنتريول عندنا بيقوم رايح على اطراف الخليه اهو، السنتريول طبعا بعد ما يتضاعف اهو، سنتريول تاني يبقى هو تضاعف، هو بيبقى واحد بس وبعدين يبقوا اثنين، او يعني يبقوا زوج وبعدين يبقوا زوجين، ماشي. وبعدين يطلع منه خطوط المغزلة اهيت اللي تمسك الايه الكروموزومات اللي تقوم تنقسم وتشد الخليه، يبقى ده ليه دور في السيل ديفيجن وخلاص. يعني الكلام ده قديم ومعروف، بس نعرف ان ليه دور في السيل ديفيجن، ماشي. ما يهمناش قوي تفاصيله هنا، مش مكانها هنا. طيب بيخش في تركيب السيليا والفلاجيلا، شكرا، لان احنا كده كده عارفين اهو، نعرف ازاي بيخش في تركيب السيليا والفلاجيلا، لانه بيخش في حاجه اسمها بقى ايه المايكرو تيوبولار اورجانيزنج سنتر، ماشي. تعال نفهم مايكرو تيوبولار اورجانيزنج سنتر، وعشان نفهمها انا عايزك تتخيل معايا الشكل ده. ايه الشكل ده؟ عارف حضرتك العروسه او العرائس اللي هي بتحرك بالخشب كده الانابيل، الفكره فيها ايه العرائس ديت؟ ان في حد ماسك الايد ديت، في حد ماسك المقبض ده وبيتحكم بخيوط اهي، دي خيوط، دي الخيوط اهي في حركه العروسه دي، تمام. اهو بقى الشخص، بقى بص الشخص ده اللي بيتحكم او الايد اللي بتتحكم في حركه العروسه ديت هي الاورجنايزنج سنتر بتاعت العروسه، وصلت كده؟ طيب انا لما اقول السنتريول هو الاورجنايزنج سنتر بتاع المايكروتوبيول يعني ايه؟ تتخيل على طول ان السنتريول قاعد كده وطالع منه الخيوط اللي هي الايه المايكروتوبيول بيتحكم فيها، وهتفهمها، هنفهمها اكتر مع السيليا، يعني هنرجع للنقطه دي تاني في السيليا، بس نفهم دلوقتي ان المايكروتوبيول اورجنايزنج سنتر بتكون حاجه اسمها البيزال بودي اللي بيطلع منه، يعني خلينا في الصوره ديت كده، المايكروتوبيول اورجانيك سنتر بتكون حاجه اسمها البيزال بادي، وهرجع لها تاني في درس السيليا ان شاء الله، تمام. انما نفهم ايه مايكروتوبيول اورجانيك سنتر، ده الحاجه اللي هتتحكم في المايكروتوبيول، دي تيوب ودي تيوب ودي تيوب ودي تيوب، المركز اللي بيتحكم فيهم يزودهم يعني يخليهم يطولوا او يقصروا هو ايه؟ بنسميه مايكروتوبيولر اورجانيك سنتر، ام تي او سي، هو السنتريول. يعني هو خد بالك سنترول اهو هو اللي مطلع الخيوط دي، ما الخيوط دي عباره عن ايه؟ يعني خيوط المغزل دي عباره عن ايه؟ عباره عن مايكروتوبيولز، تمام. يبقى الخيوط دي عباره عن مايكروتوبيولز، مين اللي طلعهم؟ مين اللي اتكون كده وقعد بدا يطلع هو الايه؟ هو السنتريول. عشان كده بقول عليه هو الاورجانيزنج سنتر، هو الاساس او هو المركز بتاع المايكروتوبيول. كده خلصنا كلامنا عن السنتريول، كلمتين ورد غطاهم، ام تي او سي، سيل ديفيجن، سيليا اند فلاجيل. طيب خلصنا كده كلامنا عن السنتريول، اخر حاجه في فيديو دلوقتي هي كلامنا عن المايكروفيلاي. والمايكروفيلاي من الحاجات اللطيفه جدا، ليه بقى؟ اولا احنا عارفين ليه اسمها الاهداب، احنا خدناها قبل كده باسم الاهداب في الثانوي، ماشي. فالمايكروفيلاي من الحاجات اللطيفه جدا، ليه لطيفه؟ بص يا سيدي، ما فيهاش حاجه ولكنها بايخه في المذاكره. ليه بايخه في المذاكره؟ عشان اساميها صعبه، او اسامي البروتين بتاعتها صعبه، او اساميها مش مالوفه، مش صعبه ولا حاجه، ولكن مش مالوفه. فهل نفهمها؟ الدنيا بسيطه خالص ان شاء الله. مايكروفيلاي اول حاجه يقول لك هي فينجر لايك بروجكشن، زيادات شبه الاصابع انا اهو، تخيل منظر واضح خالص، هو ده، تمام. زيادات كده على ايه؟ سطح الخليه. مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن زيادة السطح المعرض للتفاعل، وبالتالي تزود الامتصاص. بص يا سيدي، الامتصاص هو ايه؟ تخيل دي الخلية وده الدم. لو انا عايز انقل اي حاجة من خلال الخلية، ده اسمها عملية الامتصاص. يعني حاجة هتعدي من المكان ده، ده مكان اهوت مثلا الجي اي تي، ده مثلا جهاز الهضم، دي المعده، ده التجويف بتاع المعده، الخلايا المبطنه للمعده عشان بتاخد الاكل تنقله منها وتدخله الدم، دي اسمها عمليه الامتصاص. اي حاجه هتعدي من مكانين كده هتعدي عن طريق الخليه اسمها امتصاص، ابزوربشن. فتخيل معايا كده ايهما احسن في التفاعل، او ايهما احسن اسرع في الامتصاص، ان تكون الخليه عامله كده
فمثلا في مكان لثلاث مركبات بيحصل لهم امتصاص مثلا، ولكن سطح الخليه عامل كده. فعندك هنا مكان يحصل له امتصاص، وهنا مكان امتصاص، وهنا مكان امتصاص، وهنا مكان امتصاص، وهنا مكان امتصاص. فزودت اسمها زودنا السيرفس اريا اللي بيحصل عندها الابسوربشن، زودنا المساحه اللي بيحصل فيها امتصاص، فنحسن القدره على الامتصاص. ده فكره الميكروفلاي كلها، يبقى زيادات من السيل ممبرين بيحصل عندها ابسوربشن او مسؤوله ان هي تزود الايه الابسوربشن اريا. طيب شكلها ايه باللايت مايكروسكوب؟ اما اجي ابص على اللايت مايكروسكوب يوصف الشكل ده. شفت فرشه الاسنان؟ بكل بساطه كان فرشه اسنان، براش بوردر شبه الفرشه، شبه الايه؟ شبه الفرشه، على حسب بقى المكان، موجوده في سمول انتستين، موجوده في كيدني، الفكره ان هي شبه الايه؟ البراش بوردر شبه الفرشه. وزيك اي خليه على فكره لما تيجي توصفها بعد كده بتوصفها بشكلين، تقوم قايل ان الخليه لو ليها مايكروفلاي بتقوم قايل الخليه ليها براش بوردر، يبقى على طول تفهم انه الناحيه الجزء اللي ناحيه المايكروفلاي او اللي فيه مايكروفلاي، والبيزل بوردر هو الجزء الايه؟ المرتكز على السطح اللي تحت. تمام، الكلام ده هترجع له تاني ممكن في الابيثيليوم ان شاء الله. طيب خلينا في موضوعنا هنا، مش عايزين نتطرق لحاجات تانية. يبقى المعلومه بتقول هنا ان المايكروفلاي فينجر لايك بروجكشنز، زيادات كده شبه الاصابع على السيل ممبرين، على السيرفس ممبرين او على السيرفس بوردر، بتبقى شبه البراش بوردر او بتعطي شكل مميز للبوردر اللي عليه شبه الايه؟ شبه الفرشه. طيب تعال ندخل بالالكترون مايكروسكوب ونشوف تركيب واحده من المايكروفلاي. المايكروفلاي بص بقى، طب بس اسامي البروتين وتفهم الشكل قدامك ده، هات من فوق لتحت. هو اولا انا خدت بقى واحده من دول، بص ارجع معايا تاني كده معلش، انا هاخد واحده من دول كده واكبرها، يعني هاخد واحده من ديت واكبرها فيطلع لي الشكل ده اللي انا رسمه من شويه ده اهو. ايه بقى القصه ديت؟ ايه الشخبطه دي؟ بص يا سيدي الفاضل، اولا هات من فوق لتحت كده السيل ممبرين اهو، السيل ممبرين اللي طلع فوق ولف ورجع تاني، هتلاقيه متغطي من فوق بجلايكوكاليكس. قلناها مع السيل ممبرين يعني ايه جلايكوكاليكس؟ ده مبدئيا يعني، يبقى ده اول حاجه في تركيب الايه؟ المايكروفلاي. تاني حاجه هتلاقي كور ده يعني قلب او الجزء الداخلي ده اسمه كور. تمام، كور من الايه؟ من الاكتين فيلمنت، يبقى ديت كده اكتين فيلمنت اللي لونها ازرق، دي ازرق فاخضر. تمام، طيب يبقى ده الاكتين فيلمنت، اكتين فيلمنت ده واحد، واكتين فيلمنت اتنين، واكتين فيلمنت تلاته، مدين مركز ارتكاز كده او مدين قوه للمايكروفلاي. تمام، مثبتاهم. عرفت عمود الخيمه؟ شفت لما تيجي تعمل خيمه كده، ده خيمه. تمام، الخيمه بتبقى مرتكزه على اساس هنا اللي هو العمود، هو ده بالظبط الاكتين، دور الاكتين في المايكروفلاي. طيب الفيلين، الفيلين ده هو البروتين اللي هو ده المثبت ما بين ما بين السيل ممبرين وما بين المايكروتوبيول، يبقى هو موصل ما بين المايكرو اسف ما بين الاكتين وما بين السيل ممبرين. فتقدر تعتبره زي ايه؟ زي المسامير اللي ثبتت بيها عمود الخيمه. انت بتبني خيمه اهو، ده الايه؟ الاكتين. انت بقى مثبت الخيمه من هنا كده، مثبتها كده بمسامير كده اسمها فيلين. تمام، اللي هنا لونها شويه بني او اورنج كده. تمام كده عرفنا مين هو الفيلين. يبقى تاني الاكتين، الجلايكوليكس فوق، الاكتين هو الجزء الاساسي او المكون الاساسي جوه، الفيلين هو ده. تمام، عنده بعد كده بقى زي شويه ايه زيادات كده، يقول لك ايه؟ طبيعي الخيمه كده لما بتيجي تعمل عمود الخيمه ده اهو، اللي بيسمع الخيمه كده، لازم يكون ليه اساس تحت، احنا خلاص ثبتناه من فوق، لازم يكون ليه حاجه مثبتاه من تحت. اللي مثبته من تحت او الاوتاد اللي في الارض اسمها سبكترين، سبكترين اللي هو اللون الاحمر الغامق او النبيتي ده. تمام، سبكترين، وصلت؟ طيب يبقى احنا كده ثبتنا الخيمه من فوق ومن تحت، باقي لنا ايه؟ باقي لنا بس شويه زيادات كده في النص كده، في كمان لان المايكروفلاي ديت يعني ممكن يحصل فيها كونتراكشن او كده، اللي هو المايوسين. فتلاقي عندك بس ارسم كده ايه حاجات كده على السريع، مايوسين، مايوسين 2، افتكرت مايوسين ده 2 في كل الخلايا تقريبا، والبروتين كمان معاه اسمه تروبومايسين. تروبومايسين ده المسؤول، هتاخده ان شاء الله بالتفصيل يعني ايه تروبومايسين ودوره مع المايوسين في الكونتراكشن، ولكن نعرف بس ان التروبومايسين ده المسؤول انه بيغطي الاكتين، وبالتالي لما بيتشال بيحصل بين الاكتين والمايوسين تفاعل وكلام زي كده. يبقى اكتين مايوسين وتروبو مايوسين. تمام، الثلاثه دول مع بعض كده مسؤول عن الكونتراكشن، هنا بس قلناهم اسما، انما ان شاء الله وظيفتهم وازاي بيشتغلوا الكلام ده كله هتعرفوا فيما بعد، انما مش موضوعنا دلوقتي.
يا بس دلوقتي عايزين نعرف اسامي البروتينات اللي بتخش في تركيب المايكروفيلاي. هنبدا من فوق كده، جلايكوكاليكس، وهنبني خيمه. الخيمه لها كور او لها قلب او لها جزء اساسي بترتكز عليه اللي هو الاكتين، مثبتينه من فوق بفيلين سيمبرين، ومثبتينه من تحت في شبكه من الاكتين. على فكره الشبكه دي شبكه اكتين، اكتين نتورك، شبكه من الاكتين تحت كده اللي هي الارضيه اللي احنا بنبني عليها. تمام، يبقى عندنا شبكه مثبتينه من فوق بفيلين، مثبتينه من تحت بسبكترين، وفي النص كده في بروتين اسمه مايوسين وتروبومايسين ما تنساهوش. تمام كده، كده يبقى احنا الحمد لله خلصنا كلامنا. ارجع تاني للسكيمه اللي في الاول دي اللي بتقول ايه، ان احنا عندنا المايكروتوبيول عباره عن سنتريول والمايكروفيلاي. كده احنا فاضل خلصنا المايكروفيلاي، خلصنا السنتريول، فهمنا اصلا يعني ايه مايكروتوبيول. ان شاء الله الفيديو الجاي نبدا نتكلم عن الثلاث مواضيع دولت، سهلين جدا ومهمين جدا. شكرا لكم ونشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.